صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تحضرونا أكيد، وإن ما كنتوا متواجدين تابعونا يوم جديد رح نبدأ برفقتكم، فإن شاء الله يكون بداية جديدة بدراستكم وأعمالكم. صباحنا اليوم مواضيع كثيرة رح تكون عناوين لفقراتنا مع مختصين من مجالات مختلفة، فكل رح يبتدي نهاره برفقتنا. صباح الخير، يسعد صباحك نور. يسعد صباحك زينب، ويسعد صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. كل يوم بصباحنا خير بنحاول نسلط الضوء على أبرز الفعاليات والنشاطات بكافة المحافظات السورية، ودائما تحيتنا بالبداية لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري حماة الديار، عليكم سلام. صباحنا لليوم بلش، لكن كالعادة بنبتدي بعد الفاصل. نور، البداية اليوم لصباحنا رح نتوقف فيها مع مجموعة من المعلومات الجديدة اللي رح نتعرف عليها أو سوا بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتير بيومنا بنجهلها وبنحب نتعرف عليها، ومعلومات بنعرفها وبنحب نتذكرها. هل تعلم أنه الأصدقاء المقربين بيمتلكوا أسماء سرية لأشياء عديدة بيناتهم ما بيفهمها غيرهم، وكل ما زادت الرموز يعني أنه الصداقة بينهم زادت قوتها. وهل تعلم أنه الموز بيحتوي على مادة كيميائية تسمى التريبتوفان تدعو للسعادة والضحك أحياناً من غير سبب؟ وهل تعلم أنه كلما ارتفع مستوى الذكاء والنضج الفكري عند المرأة كلما ارتفعت نسبة بقاء وحيدة في حياتها، لأنها بتجد صعوبة أكثر بتحديد الرجل المناسب لها، والعكس صحيح؟ وهل تعلم أن قطرات المطر بكوكب المشتري وزحل هي من الألماس وليس الماء؟ وفسر العلماء هذه الظاهرة بسبب تحول غاز الميثان إلى غاز الكربون فيصبح كتل ضخمة من الألماس. زينب، وهلأ بدنا نروح بجولة على آخر الأخبار المنوعة، والبداية من غزة مع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تلقب بالطفلة العنكبوتية بسبب قدراتها البدنية النادرة. الطفلة الفلسطينية أريج أيوب تستعد للمشاركة في مسابقات دولية بعد حصولها على شهرة كبيرة في غزة، فقد تنفذ حركات بهلوانية فريدة من نوعها. خلونا نتابع. We'll be right back.
نور من غزة لنيوزيلندا، حيث قالت سلطات الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا أن 240 من الحيتان الطيارة التي جنحت قبل يومين على الشاطئ تمكنت من الطفو مجددا، بينما شهدت السلطات أو المنطقة قبل أيام جنوحا لحوالي 500 من الحيتان نحو اليابسة. من تابع سوا. زينب، أحداث كتيرة بتدخل بحياتنا وبتترك بصمتها، خلونا مشاهدينا نتعرف بمثل يوم مثل هاليوم شو تسجل من أحداث. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1976، ألكسندر جراهام بيل يسجل براءة اختراع الهاتف. وقوع أكبر زلزال هز الولايات المتحدة في جزر إندريانوف بألاسكا، وذلك عام 1905. تدشين أول غواصة تعمل بالديزل في جروتون بولاية كونتكت عام 1912. إزاحة الستار عن إنياك أول حاسب إلكتروني متعدد الأغراض في جامعة بنسلفانيا عام 1946. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1602، الملحن الإيطالي فرانشيسكو كافالي وعالم الفيزياء الاسكتلندي تشارلز ويلسون عام 1869. المطربة التونسية لطيفة عام 1962. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1779، المستكشف الإنجليزي جيمس كوك والملحن المصري زكريا أحمد عام 1961. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشط خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. مخترع ما يعرف بالغرفة الغيمية، العالم الاسكتلندي تشارلز ويلسون، هنقلب صفحاتها سوا، خلونا نتابع. تشارلز ويلسون عالم فيزياء وبارع في مجال علم الطقس. الاسكتلندي تشارلز ويلسون الذي ولد في 14 من شباط من عام 1869 في مدينة ميدلوثيان، درس علم الأحياء في كلية أوين، وكان يطمح بدراسة الفيزياء، حيث انتقل فيما بعد إلى كلية سيدني ساكس في كامبريدج ليحصر اهتمامه في مجال الفيزياء والكيمياء. في عام 1893 توجه اهتمام ويلسون لعلم الطقس، حيث بدأ خلال هذا العام بدراسة الغيوم وخصائصها، ليعمل عام 1894 في مرصد قمة جبل بين نافيس أعلى قمم اسكتلندا، ويتمكن من مراقبة تشكل الغيوم، حيث بدأ بعدها بالإعداد لتشكيل الغيوم في المختبر. فقام في جامعة كامبريدج بعمل تمدد للهواء الرطب داخل إناء محكم، وبعد ذلك قام بتطبيق عدد من التجارب، وتمكن من عرض تشكل الغيوم في غرفة خاصة يطلق عليها فيما بعد بالغرفة الغيمية.
توفي عالم الفيزياء الاسكتلندي تشارلز ويلسون في مدينة إدنبرا الاسكتلندية عام 1959. فاصلة بتتحول مع الحياة من الطفولة ببراءتها وعفويتها لمرحلة النضج والعقل، تحول نفسي برفقه تغييرات جسدية، فكيف ممكن تهيئة المراهق لعبور هالمرحلة بسلام لتكون بوابة نحو شخصية إيجابية وفاعلة بالمجتمع؟ أكيد رح نتعرف أكثر كيف ممكن نحقق هالشيء مع رندا علي ديب، أخصائية بمجال علم الاجتماع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. بداية خلينا نحكي عن مرحلة المراهقة قديش مهمة للطفل. دائما بيقولوا الأهل إنه مرحلة وبتمره، بس أساسا هي مرحلة كتير مهمة لأنه بتكون شخصية الطفل ليتهيأ ليكون شخص بالغ وراشد. تمام، هي المراحل العمرية كلها مترابطة مع بعضها، ما فينا نقول إنه مرحلة وبتمرق أو خلص، يعني بكل مشاكلها وبكل ظروفها إنه بتعدي. هي أو بتمرق بناحية إيجابية أو بتمر بناحية سلبية. الفكرة اللي نحن لنحط نهيئ نفسنا كعائلة وك طفل لهي المرحله، لازم نحن نكون مهيئين من المرحله اللي قبلها. وحتى في اشياء بنزرعها بالطفل من عمر مبكر لحتى تعطينا منتج بمرحله المراهقه. الخط الاساسي هو طريقه التعامل بين الطفل والراشد، هو واهله، كيف بيبني هاي العلاقه السليمه اللي وقت اللي بده يفوت بمرحله المراهقه اللي معروف عنها انه هي مرحله التمرد ومرحله كل شيء لا وبده يثبت حاله. هو بيكون بهي المرحله نحن بدنا نقدر انه هو عم بيعيش الفتره انه بين هو لسه طفل وبين هو بده يصير كبير ويصير شخص راشد متحمل مسؤوليات معينه. فنحن بنحط نقاط اساسيه بالطفوله، بنزرعها بالطفل وبنفتح صيغه حوار معه لحتى بالمرحله المراهقه نعوده دائما يرجع لنا، لان حيكون ابواب اكثر من فتحت له لحتى يقدر يجيب معلومات اللي كان ما يقدر ياخذها غير منا. فنحن دائما بنحاول نعوده انه يرجع لعنا لحتى نقلل احتمالات الخطوره اللي ممكن تواجهه او الصعوبات اللي ممكن تواجهه. كان رندا مثل ما حكيتي انه في تغييرات عن نفسيه وايضا جسديه بترافق هي المرحله اللي كل الاهل بيهكلوا هم، يعني لانه هي مثل ما قلتي فيها تمرد. لكن خلينا نحكي عن التغييرات بشكل عام، وقد ايه مثل ما قلتي يمكن اثر الاهل ضروري بهي المرحله قبل ما يفوت بمرحله المراهقه. حتى في ناس بنسمعهم اهالي بيقولوا انه والله ما راهق ابني، بيراهق بعدين، فشو صحة الموضوع؟ لازم كل مرحلة تاخد حقها، يعني لازم يعيش طفولته كاملة، يعيش مراهقته كاملة لحتى بيرشده يكون ما عنده هاي النكوصات الطفولية أو هاي يرجع لفترات طيشانة هو بعمر الرشد. فالشيء الأساسي أنه أعطيه مساحة أكبر طبعا ضمن حدود اللي أنا فيني علمه عليها من عمر مبكر. التغييرات اللي بيتعرض لها سواء كان جسدية أو نفسية هي هرمونات وبدها تاخد مساحتها وتظهر. كتير مهم يكون هذا الموضوع كتير طبيعي. بالأول بالزمان الأول كان إنه لا عيب ما بيصير، فهاد كان يزرع فيه قلة ثقة بذاته. هلأ إجمالاً الحياة عم تكون منفتحة أكثر، عم بيكون في موضوع أريحية بالنقاش بين الأهل والمراهق. هذا بيعطي مساحة ليبني برؤية أوضح عن نفسه كجسد وكشخصية. كتير مهم بالعمر الأول بالبدايات نعطيه مسؤوليات ونخصص له هواية. هدول الأشياء بيعلوا تقدير الذات. متى ما علي تقدير الذات فهو ما عاد إذا شاف تغيرات بجسمه أو ممكن شاب مثلا بتغير صوته أو في كتير أشياء ممكن أو تفريغ الطاقة بأمور إيجابية. يعني تمام. خلينا نحكي عن خطوات أساسية لكل الأهالي اللي عم يشاهدونا. لما يكون بالبيت في طفل
مراهق كيف ممكن يتعاملوا معه؟ يعني في عندنا خطوات أساسية، 1 2 3 ممكن نسجله بنادي يكون في عنده هواية، نخليه يمكن مع رفقاته أكثر، يشارك مع المحيط، يعني نفرغ هاي الطاقة بطريقة إيجابية، وإثبات الذات كمان بأمور بتفيده بالمستقبل. تمام. هلأ أنا وقت بدي أثبت له أخليه أعلمه كيف يثبت ذاته ويقدر نفسه بدون ما أحطه بمستقبل أنه يكون شخص متمرد عليه بطريقة سلبية. كتير مهم النشاطات الاجتماعية تكون تحت مراقبة الأهل. ممكن حطه بنشاطات تطوعية مدرسة، كتير حتفيده وتبني له شخصيته. ممكن من بفترة معينة دائما سلمه مهام حسسه أنه لا يمكن تتم إلا إذا هو أنجزها. بتبدأ بأشياء بسيطة وبعدين ممكن تكبر حسب عمره وحسب قدرته على تحمل المسؤولية. كتير مهم موضوع التخصيص، خصص له دائما زاوية مخصصة له، ممكن غرفة مخصصة حسب كل إمكانيات كل عائلة. تماما، مساحة خاصة حتى لو إن شاء الله درج أو علبة صغيرة، كل حدا وإمكانياته. وحافظ على هاي الخصوصية لحتى علمه بالمستقبل هو يحافظ على خصوصيتي وما يخترقها بطريقة سلبية. أكيد رندا، يمكن نحن هلأ عم نعيش ظروف الحرب اللي يمكن أثرت على نفسيات كتير من العالم بسوريا، لكن شو تأثير اليوم الحرب على شخصية الطفل وخاصة بعمر المراهقة؟ هل إلها تأثير سلبي؟ وكيف ممكن الأهل يتعاملوا أيضا مع هذا الموضوع؟ أغلب المشاكل المواجهة هي خطأ بالحوار بين الأهل وأبنائهم. عم بيكون هو عم بيمر بظروف ماله، عم بيتخبط بين هو طفل وبين هو راشد، عم بيكون في بعض منهم عم تكون الإمكانيات كتير قليلة لأنه يمارس هوايات معينة أو يقوم بنشاطات خارجية معينة. كان خاصة رندا أنه نحن هلأ تخوف الأهل أنه ينسحب لطرف ما. تمام. هو عم يحكي عن إرهاب أو شيء، فكان هذا العمر بالذات هو كتير يمكن هلأ مهم أنه يتراقب. للأسف أنه هاي الفترة هي منتج للمرحلة اللي قبلها. تماماً. فكل ما أنا معلمته بعمر صغير أنه يكون هو يرجع لي وكون أنا المرجع الصح البسيط له، اللي بدون أي خداع أو بدون ما لومه، هذا رح يبني هاي خليه دائماً يرجع لي ويكون عم بيخليني أنا أعرف كل خفايا حياته في جانب دائماً عند المراهق بيحاول ما يأرجي لأهله. كتير الأهل بوقت بيكونوا هن عايشين بانفتاح بينهم وبين ابنهم، حيقدروا يعرفوا ابنهم شو اللي مخبي، حيقدروا يتنبأوا، حيقدروا يكونوا عاملين كنترول عليه بطريقة بسيطة وبدون ما يضغطوا. طبعاً في كتير أشياء نحن نخاف على أطفالنا فيها، وأدمن كبر هو أدمن اعتبر حاله راشد، هو بيضل بعيننا طفل وبيضل في نحن يكون مراقبة ملنا. قديش مهم الحوار، يعني في كتير نقاط بيخافوا الأهل منا، قديش مهم الحوار بين الأهل والمراهق، يكون في مساحة خاصة لإله مع أهله. تمام. كل يوم يكون في الحديث، عم بيكون هن مضغوطين أكثر من ابنهم، فلما عم بيجي يناقشهم بموضوع فبالمقابل هن عم بيكونوا مشحونين وما عندهم هذا الوقت بحكم الضغوطات وما في انصات كامل. تمام. هذا اللي بيعمل المشكلة والمشاحنات، فبيكون جو البيت كله مضغوط، سواء ضغوطات خارجية ولا التغيرات اللي عم بتصير. حتى لما بتوصل وصل الأم بمرحلة أنه أنا ابني هلأ بدي بلش شوف المنتج الإيجابي اللي أنا بدي إياه، اللي أنا طول عمري تعبت لحتى بهاي الفترة يكون هو سندي. والغريب بيتفاجأوا أنه فبيتفاجأوا أنه بيقول له مثلا أنت ما دخلك هذا قراري. هو أكيد ما قصده يقلل من قيمتها، أو هو بس بمرحلة بده يبني شخصيته. خليها هي تكون شوي متسامحة بهذا الموضوع وبنفس الوقت تكون أذكى بالتعاطي مع هذا الموقف. وفي مواقف تانية إذا تحدث لمرحلة التمرد بشكل كامل، في جانب لازم نحن نتجاهل السلوك لأنه هي مرحلة وحتمر، وفي جانب لا نحن لازم نشرح له نحن تصرفنا هيك لأنه خايفين عليك، ممكن يكون في أسباب، نعطي كل الأسباب وكل الاحتمالات. لأنه في وقت لازم يكونوا الأهل رفقات، وفي وقت لازم يكونوا صارمين، لازم يكونوا متوازنين. هي مرحلة صعبة على جو البيت كامل، وبنفس الوقت ممكن تمر بكل سلاسة طول ما مهيئ لها من مرحلة قبل، مثل ما حكينا بالنقاش بالحوار، بإني أعطيه مهام بسيطة حسسه أنه هو من
هو وصغير مسؤول عني بمهام معينة بدون ما أضغطه فيها، هذا كله بيساعد لمرحلة المراهقة يكون رفيقي، ما يكون أنا الشرطي اللي مثل ما بيقولوا بالمثل خاوي ابنك تمام تكسبه يمكن. تمام ليندا، يمكن في عنوان عريض تاني لمرحلة المراهقة حاليا هو المراهقة ومواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الهم الأكبر كمان صارت عند الأهالي، فكيف بتنصحيهم يتعاملوا مع أولادهم؟ وهل من الصح أنه يكون عنده مثلا حساب على الفيسبوك أو على تويتر أو أي مواقع تواصل اجتماعي برأيك بهذا العمر؟ هلأ هو صاير هذا خارج عن سيطرتنا. عم تجي مثلا بشوف أنا كتير أطفال، ما حقول شباب، عندهم صفحات، هلأ ما فيك تعملي الصفحة غير ما يكون بعمر معين، صحيح. فهنين حاطين عمر أبوهم، حاطت عمره لحتى يعمل الصفحة، فحتى الأهل ما عم بيقدروا يضبطوا هذا الموضوع. أغلب الخدع اللي عم شوفها من الأهل هي أنه أنا بعمل لك الصفحة وبخليك تتواصل وبيكون في، بس حيكون الباسورد معي وحيكون في أوقات معينة كخلص درسك وأنت مثلا بسمح لك نص ساعة. هاي الشغلات البسيطة حتاخد نمسك العصاية من النص بيننا وبين أبنائنا بهذا التطور اللي عايشينه، لأن هو حيروح على مدرسته أو حيروح على مكان يعني بيجتمع فيه مع أصحابه، رح يسمعوا أنه هنا عم بيحكوا مواضيع هو ما بيعرفها، فهو صحيح. هذا اللي حيزعجه أكثر ما أنه إذا عنده صفحة أو لا، هو ما حتعني له هاي الفكرة قد ما بتعني له أنه خرق هو في الخصوصية شيء. اللي تمام بداية. تمام. هلأ هون لازم نحن ما نحطها بموضوع الخصوصية لحتى نقدر كلنا هالسلطة أنه نقدر تكون الباسورد معنا، نقدر إمتى ما بدنا نشيك على صفحته. سيك تحسي أنه يعني فتت على خصوصيته لما أعمل صفحة خاصة إلي والباسورد مع أهلي، فهي صارت صفحة مشتركة. ما قلت لك لازم نحن نطلعه عن موضوع الخصوصية، لازم نقول أنه هذا بهذا العمر أنت لازم تكون هيك خوفاً ما من تجاوزات معينة، وبعدين بيكون نعطيه الأريحية بمرحلة لاحقة نغيرها، خصوصاً إنه الأهل ما كان عندهم هذا الوعي، هذا الوعي بهذا الموضوع، ولا كان عندهم هذا الخيار إنه يكون عندهم صفحة أو يكون عندهم. وإجمالاً هلأ بتكون كل الصفحات الاجتماعية لطيفة مع يمكن موضوع المراهقة موضوع فضفاض كتير، بس بنقول يمكن الأهل بيلعبوا دور كتير كبير بحسب الاستيعاب والوعي الكافي للطفل البالغ اللي راح يكون عندهم بالمستقبل. دكتورة رندا دي، بدنا نتشكرك على وجودك معنا شكراً وعلى لكم. المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها. شكراً لكم. أكيد أنا بدي أتشكرك، وأكيد دائماً بنقول إنه الأولاد خلقوا لزمان غير زمان أهليهم، فلازم كل مرحلة يتراعوا فيها، ومثل ما قلتي تحت المراقبة ويخوون أهم شيء. شكرا لك. شكرا لك. بداية هلأ فقرتنا هي جولة على آخر الأخبار الثقافية، رح تكون الخبر الأول من دمشق، تحديدا دار الأوبرا حيث أحيا الفنان السوري الكبير شاد جميل والفرقة الحلبية حفلا موسيقيا. تفاصيل أوفى مع زميلتنا ماتيلدا كربوش. Thank you.
دمشق بنبقى وخبرنا التالي تحديدا بهدف الاطلاع على واقع التعليم في سوريا والعمل على إيجاد خطط بناءة لتحسين وضع الشباب السوري بكافة المجالات. التقى وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف وفد الأمم المتحدة، حيث أكد نداف خلال الاجتماع أن الحكومة السورية قد أعطت الأولوية للتعليم بجميع مراحله والإصرار على تقديم كل المستلزمات من سكن ورسوم بسيطة والعمل بشكل دائم على تطوير المناهج بما يتناسب مع الحرب التي تعيشها البلاد، والتأكيد دائما على أهمية دور المرأة وتمكينها في المجتمع. أما بالنسبة للواقع الطبي فقد أكد الدكتور عاطف نداف أن وزارة التعليم العالي هي الوحيدة التي تعالج أمراض السرطان مجانا في كل سوريا، كما أن الحرب قد فرضت افتتاح أقسام أخرى بالإضافة إلى دعم الولادات الطبيعية، في حين أكد الوفد على استعداده لتقديم الدعم الإقليمي والدورات التدريبية للشباب السوري. في إطار خطة التعاون بين وزارة الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أقامت مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام ورشة عمل حول منظمات أو مخلفات الأزمة والتوعية لمخاطرها، وذلك في المركز الإذاعي والتلفزيوني في كفر سوسة. تفاصيل أوفى مع زميلة لينا شيبون. ورشة العمل حول مخلفات الأزمة ضمن سلسلة ورشات بدأنا الأولى في العام الماضي للإعلاميين العاملين في قطاعي الإذاعي والتلفزيوني. الإعلام عليه دور منوط كبير في نقل الرسالة ونشر الوعي. الورشة اليوم تيجي في بناء قدرات الإعلاميين وتعريفهم بآخر المعلومات حول مخلفات الأزمة، بناء بقايا الأسلحة اللي نحن نعرف أنه سوريا لم تغزى فقط في الإرهاب والدمار، فإذا كان أساس عملها هي دمار الإنسان وخاصة الطفل. طفلنا اليوم عانى كثير خلال بعض المناطق خلال 5 سنوات من الأزمة، من حرمان التعليم، قضوا على المدارس، تدمير ممنهج كامل. فاليوم نحن الإعلام هو الجهة الوحيدة اللي بدها تسلط الضوء على عمل كافة الجهات لنشر الوعي حول هذه القضايا. الإعلام حامل رسالة، الإعلام الوطني أدى رسالته، عليه كثير مهام صعبة، علينا مسؤوليات كبيرة. فنحن الورشات هي عبارة عن تجديد المعلومات، بناء القدرات، تبادل الأفكار للوصول إلى نتائج مميزة للنهوض بالطفل العربي السوري. افتتح مهرجان برلين السينمائي الدولي بمشاركة 18 فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في برلين، ويعتبر مهرجان برلين ثالث أهم مهرجانات سينمائية على مستوى العالم بعد مهرجاني كان وفينيسيا، كما يعتبر واحدا من مهرجانات الأفلام الأكثر تناولا للقضايا السياسية في العالم. ويزخر برنامج المهرجان هذا العام بأفلام تتناول موضوعات كحقوق الأقليات والمهاجرين وتغيير المناخ والفشل الواضح للحركات السياسية الرائدة في العالم. وطبعا وفقا للتقارير إعلامية يعتبر فيلم دينج جوان واحدا من 18 فيلما، منها 17 فيلما عالميا جديدا تتنافس هذا العام على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم. ويقوم تسليم الجائزة أعضاء من لجنة التحكيم المشكلة من 7 أشخاص خلال حفل على طراز حفل توزيع جوائز هوليوود يوم 18 فبراير الجاري. ومع أصداء افتتاح مهرجان برلين بنكون وصلنا لختام نشرتنا الثقافية لليوم، فاصل بنكفي بقية فقراتنا الصباحية.
في دمشق رح نبقى، فقد امتزجت رسالة الفن والإنسان. فعبر ابن دير الزور جمعة نزهان عن ألمه وحالته بالألوان التي انتقلت من الأسود إلى ألوان الفرح عندما وصل عاصمة الياسمين دمشق، فامتزجت ألوانه مع حالته النفسية. وعبر النحات غزوان علاف عن الإنسان والوطن من خلال خامات نحتها، فشكل رسالته من خلالها ضمن جعلها فنية وجميلة. لنتعرف أكثر عن أعمال الفنية والرسالة التي تهدف وراءها. مرحب بالاستديو بالفنانين التشكيليين جمعة نزهان والنحات غزوان علاف. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح الياسمين. صباح الخير. امبارح كان معنا الفنان التشكيلي بديع جحشاح، وحكينا بشكل يمكن موسع عن المعرض. خلينا نحكي بالبداية، قديش اليوم مهم إقامة هي المعارض الفنية؟ خلينا نحكي الجدلية الخامسة لليوم، قديش مهمة في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها؟ الحقيقة الفن التشكيلي نتيجة الأزمة توقف أو قل نشاطه بالفترة الماضية، لكن الآن يحاول يعيد الطرح التشكيل على الساحة السورية من جديد. ويعني في بعض الصالات طبعا فيها نشاط خاص يعني، ومنها صالة ألف نون التي توجهت لعرض التشكيل السوري بطريقة خاصة. وابتدأت بمجموعة بسلسلة من المعارض، بدأتها بجدل واحد وجدل اثنين والآن جدل خمسة. والحقيقة كلمة جدل هي حوار ثقافي فكري متوازي تساعد على تطوير الفن التشكيلي وليس إلى خلق حالة تعارضية. الفكرة ابتدأت كجدل بين المنحوتة ذات الأبعاد الثلاثية والسطح التصويري اللي هو اللوحة، الجدل بين اللون وبين الكتلة والفراغ، بين الخامة اللي هي البرونز أو الطين وبين اللون. ممكن عم نشوف نماذج عن اللوحات للفن التشكيلي. كمان بدي أسألك كمان عن الآلية اللي استخدمتها بلوحاتك، شو الرسالة اللي كانت من وراءها؟ بالنسبة لأعمالي كان في مجموعة أفكار عم بشتغل عليها، طبعا هي ضمن سياق الحياة في وجه الموت، يعني الحياة كيف هي بتنتصر، هي أقوى من الموت. هذا السياق العامل للأعمال يعني للتمات أو لمواضيع شغلي، ولكن المواضيع تنوعت كتير، يعني من الحب أو من العشق الرجل والمرأة انتقالا هيك لحب تبع حب الوطن. فكانت الأعمال منوعة ومختلفة، يعني أخذت المعنى الشمولي لكل المفردات اللي هلا عم نعيش. تماما. فأنا استخدمت سلوغون صغير أنه كل قبلة هي وعد وموعد، دليل أنه المحبة هي قبلة، هي دليل على المحبة، والوعد هو استمرار المحبة وديمومتها. نعم. طيب أستاذ جمعة، خلينا نحكي قديش فعليا من خلال اللوحات عبرت يمكن مثل ما قلنا عن حالتك النفسية، حملت دير الزور بقلبك ورسمتها بلوحاتك. الحقيقة أنا كمواطن سوري يعني عانيت من الأزمة، وهي الأزمة سببت لنا نوع من الاكتئاب، وأنا يعني معاناتي مضاعفة كوني كنت مقيم في دير الزور وكنت ضمن حصار يفرضوا علينا طيور. كنت عم تمارس هذا النشاط الفني ضمن يمكن ظروف كتير صعبة. الحقيقة ظروف صعبة ومحاصرة وبسجن كبير، لكن حاولت أحتفظ بسري يعني. في صور بالذاكرة علقت وقررت تترجمها على اللوحات. تماما، يعني ما يحيط فيه ما يحيط بالبلد بشكل عام. إضافة أنه كنا نحن نلتقي بأصدقائنا الفنانين من خلال المعارض بالفترة السابقة، بالفترة الازدهار الفني التشكيلي بسوريا كنا نتناقش نتحاور، أما الآن فصرنا بعيدين يعني ابتعدنا عن بعض. أما كنت أرسم بالسر، بعدين لما اشتدت الحقيقة ضربة الإرهابيين وخفت على نفسي غادرت دير الزور إلى دمشق. عندما حضرت إلى دمشق أحسست أني غادرت مسكني، يعني الذي كنت أسكنه ويسكنني، أما الآن بات بعيدا عني. يعني الحقيقة عندما أتذكر بعض أشياء الخاصة، موسيقاي، لوحاتي التي تركتها هناك، كانت تسبب لي نوع من الحزن يعني. وابتدأ اللون الأسود يسيطر على لوحاتي وأعمالي، وكثافة اللون الأسود يعني كانت الحقيقة تقلقني يعني. استأنست برأي بعض الأصدقاء وبدأت أتآلف مع اللون الأسود وأبحث عن طريقة أجمل فيه يعني. فوجدت بعض الألوان التي تكمل الأسود من خلال ومضات أسميتها نوع من الأمل يعني.
إضافة أني عملت على موضوع التراث والبيئة وأشياء من البيئة السورية يعني ومن واقعنا مثل المآذن والكنائس والشبابيك والنوافذ. فعملي بالنهاية هو استطالات تشبه الحارة السورية. عم نشوف بعض اللوحات. أستاذ جمعة، أنا بدي أسألك، كونك كنت عايش في منطقة دير الزور اللي شهدت إرهاب كبير، وكونك مواطن سوري مثل كل السوريين، تخزن بذاكرتك مشاهد لا تمحى أبدا. نعم. كيف ممكن تصور الإرهاب عبر الفن التشكيلي؟ الحقيقة هو رسالة لأن الفن يعني أنا كأداة تعبير عبرت عنه باللون الأسود. يعني أنا إحدى لوحاتي وهي تظهر الآن بالشاشة هي دير الزور، يعني كما أراها أنا. نهر الفرات الأزرق الواضح في وسط اللوحة، والبيوت التي تحيط به هي بيوت دير الزور، يظهر عليها اللون الأسود والشحوب والحزن. حتى النوافذ تلونت بلون أبيض خفيف تعبر عن يعني الكآبة والحزن والشحوب. طيب أستاذ غزوان، خلينا نحكي قديش فعلا مهم امتزاج الفن بالواقع اللي عم نعيشه. ولما نقول ابن دير الزور وابن دمشق مشتركين بعمل ليعبروا عن الحالة الواقعية، يمكن مثل ما قلت الوجه الآخر للموت اللي هو الحياة، فدائما نحن مستمرين في الحياة. تماما. بالنسبة للفنان لما بيشتغل هو ما بيقدر ينسلخ عن واقعه وعن بيئته وعن اللي عم يصير، لأنه هو كتير حساس وكتير بيتأثر. يعني هو كتير متلقي، ومتلقي بياخد الطاقة اللي بتتفاعل جواته بطريقة مثل السحر وبتظهر من خلال شغله. هلا أنا حكيت على الإنسان بشكل يعني بشكل كامل، يعني دائما أعمالي فيها الإنسان هو الأساس بالعمل. استخدمت اللون الأسود كمان؟ لا، حلك شو استخدمت؟ فأنا العمل تبعي عم نحكي على الإنسان، عم بحكي على الإنسان يلي هون، يلي مريت عليه هاي الأزمة، يلي ضل، على الإنسان يلي اضطر يروح أو مثل ما صار مع صديقنا، الإنسان يلي اضطر يهاجر أو اضطر يغادر وطنه أو بيته، الإنسان يلي استشهد تماما. كيف أنا عبرت عن هدول الشغلات؟ هلا في أعمال، كان في عمل اسمه العربي، هي عبارة عن مجموعة قطع من وجوه راكبة عربي وعم تهاجر، تنتقل من مكانها أو من بيتها، عم تغادر للغربة، عم تهاجر للغربة، لكن هي ما قدرت تنسلخ، يعني ما قدرت تاخد معها حالة، هي أخذت أجزاء من حالة وأجزاء كتيرة ضلت وما قدرت تاخدها ولا حتقدر تاخدها. ما حدا في ينسلخ عن بيئته. بأعمال تانية لا، أنا عبرت عن الوطن باللون. أنا بشتغل خشب، بنحط خشب، بنحط حجر، وبنفس الوقت بنحط برونز. البرونز أنا طليته ببعض طليته ببعض الأكاسيد اللي هي أنا باخدها بستخرج هي المواد الكيماوية الأكاسيد من التراب، من الأرض، يعني من ترابنا لحنا. ففي على الوجوه عليها هذا الغبار، غبار هذا التراب، غبار الوطن، هذا موجود عليها حتى لو هاجرت. نوع من الولادة الجديدة مع الأمر، أخذت معها، يعني وطنها حيضل معها ماء وأكيد حترجع تماما. فما حدا بيقدر مثل ما قلت ينسلخ عن وطنه وبيئته. طبعا الموت عندي هو شيء هو حياة، فأنا الموت هو يعني انعكاس الموت هو الحياة. ففي مجموعة أعمال كانت الشجرة هي الرمز للحياة اللي هي عم تطلع من خلال جذورة ضاربة بالمكان، جذورة بالأرض مع الإنسان موجودين، الجذور مع الإنسان موجودين جوات الأرض، بس شجرة الحياة طالعة وشامخة فوق وعم تظل للكل وعم تسمر، عم تسمر للمستقبل. واضح هذا الشيء بأعمالك، عم نتابع بعض الأعمال قديش في فعلا أمل، يعني في حياة أخرى رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. الأمل الرسالة الأمل هو الـ هو الـ هو اللي لازم نحن نتمسك فيه. الاكتئاب وهذا اللي مرينا فيه بأول سنة من الحرب طبيعي، ولكن السؤال الوجودي إنه أنا شو، أنا شو دوري هون، أنا كفنان شو دوري، شو دوري بالحالة الثقافية، شو دوري بالمجتمع، شو دوري لقدام للمستقبل. من هون بعدنا عن الاكتئاب والتقوقع. ففي عمل اسمه علبة السردين، إنسان متخبي جوات علبة السردين، فأنا فتحت له علبة السردين وطلع، يعني بالعمل اشتغل تعلم. هيك احنا بنحارب هي الهجمه الفكريه السوداء اللي عم تدمرنا ثقافتنا، عم تدنسنا اثارنا، عم تدنس ارضنا. طبعا وهذا الاخطر، يعني اخطر من الحرب اللي هي بس عم تدمر الممتلكات والمصائنا. انا مش غالي اتدمر، اخواتي، عندي اخوات كمان تضرروا بالحرب بشكل مادي كتير كبير، ولكن الاخطر هي الحرب الفكريه اللي عم نواجهها. فاحنا دورنا احنا انه نحارب هي الموجه اكيد
يعني نعتمد على التوجه للأطفال للمستقبل. يمكن مثل ما قلت أنه الفن يحمل رسالة فعلا لأول توثيق ما شهدته ذاكرة الفنان. مزبوط. وثاني شيء هي رسالة للجيل القادم اللي هي فيها التفاؤل والأمل. هلأ أنا عم شوف أنه الحالة النفسية هي عم تأثر على نموذجين من الفن التشكيلي، هي حالة يمكن الإرهاب اللي تعايش معه فنان تشكيلي، كيف صور الإرهاب ومحافظته اللي كانت تشهد الحياة بعد الإرهاب، وأنت حضرتك كمان كيف وثقت مشاهد دمشق اللي فعلا كانت تنبض بالحياة بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عاشت فيها. أنا بدي انتقل لعندك أستاذ جمعة وأسألك عن أهمية المعارض، شو رأيك فيها كتوثيقية طبعاً وأنه تكون مشاهدة من قبل العالم حتى توصل رسالتك، وأيضا بالنسبة لك كفنان تشكيلي دورك بالأزمة؟ تماما. لا، حكينا قبل شوي عن الأمل، والحقيقة هذا المعرض هو أمل يعني للبداية صحيحة وجميلة لوطننا يعني. نحن بمعرضنا هذا يعني حقيقة نوجه رسالة للناس، وأولا شعبنا السوري، أنه نحن صامدين وباقين وما تغيرنا وما وقفنا يعني، إضافة للإرهابيين وللهجمة اللي عم تصير على البلد، عم نصير رصاصة بوجه هؤلاء أن تصدهم بالطبع. الحالة الجمالية تبعنا عم تصد هذه الهجمة الحقيقة، ونعتمد نحن أيضا على المؤسسات اللي تتبنى تدعم الفنان وتدعم الفنان، وهي أحد المؤسسات هي ألف نون الحقيقة، قدمت كل دعم، وهي ماشية بنهج يعني جميل فكري وثقافي وحواري مع الناس ومع الفنانين، وعم تنتقي بشكل جيد وتعرض الجمال بطريقة يعني مدروسة. فشوارع دمشق تزينت الحقيقة بلوحاتنا وأعمالنا، لوحاتي وأعمال الأستاذ غزوان أمام الجمهور. يعني الإنسان هو ماشي بالطريق بيشوف اللوحة وبيشوف المنحوتة، بيشوف اسم الفنان وبيشوف المكان هذا العرض، وبيلاقي أنه هاي دعوة خاصة إله بالطريق عم يشوفها لزيارة المعرض. والحقيقة تفاجأنا بكثير من الجمهور المميز، من كل الطبقات، طلاب وأساتذة وفنانين، وكان في حوار جميل، حتى نحن تفاجأنا ب يعني بتفسيرات جميلة لوحاتنا. هذا اللي بيميز صالة ألف نون نعم. وقت افتتاحها هي لم تكمل عامها الأول، ورغم ذلك هي متوجهة لجميع الفئات، تدعم جميع المواهب بكافة المجالات الفنية. قديش فعلا مهم في ظل الظروف هي الأزمة اللي عم نعيشها تبني المواهب الشابة، نحن عم نحكي عن اسمين كبار بالفن التشكيلي، استقطاب هي المواهب الشابة رغم الأزمة منذ بداية النشاطات الفنية والثقافية والفكرية تم تكثيفها بشكل كتير كبير. تمام. عم تجمع هي الحقيقة، عم تنتقي يعني غزوان ابن الشام وأنا ابن دير الزور، والصالة فيها من كل المدن السورية. هذا الحوار الجميل وهذا الحضور، حالة الجمال وحالة الفن الموجودة كلها يعني تعكس صمودنا وتعكس بقائنا واستمرارنا إن شاء الله. بالإضافة للي عقب عنه وكتعقيب، يعني أنه الفن بيعمل حالة توازن عند الإنسان، سواء اللي مثقف سواء الإنسان البسيط العادي. وكنا عم نحكي ذاك اليوم أنه أنا كمدرس، أستاذ هون كمان أستاذ جمعة مدرس، وإنا وقت طويل بالتدريس، التوجه الجديد وخصوصا بهلأ يعني مو بالسنة الأولى للحرب، لا هلأ تحديدا في إقبال كتير كبير من الأهل والطلاب على تعلم الفن، تعلم الموسيقى، تعلم يعني الشغلات اللي فيها ثقافة، يعني صار في تفريغ الطاقات تماما. بالضبط صارت عم تعمل لهم حالة توازن للناس، الفن عم يعمل حالة توازن، خاصة أنه هو يمكن أرقى أنواع الفنون اللي هي غذاء للروح. بالضبط. أكثر ما أنه هي بالضبط. كمان موهبة، لأنه بالضبط. العالم هلأ عم تتجه أنه تعلم أولادها بدل ما يروحوا يختاروا طريق غلط. مزبوط. فهو بالضبط. الفن بكل أشكاله يمكن هو رسالة راقية جدا. أكيد أنا بدي أسألك شو الجديد اللي عم تحضر له؟ هلا هذا المعرض في مجموعه اعمال جديده، يعني 75% منه هو اعمال جديده، ولكن في جزء صغير اعمال شوي من فتره قبل، لكن هلا انا عم بشتغل على اعمال جديده، افكار اكثر فلسفيه، يعني فيها فلسفه اكثر، فيها رؤيات يعني عم بطلع من المحليه للعالميه اكثر كافكار، يعني عم بحكي على معاناه الانسان بشكل
عالمي على الإنسان بشكل، يعني سواء السوري بتنطبق على السوري بتنطبق على أي حدا بأي مكان. أفكار كتير منوعة وجديدة، وعم شوي عم بعمل تجارب بأسلوب جديد. نعم. إن شاء الله بتشوفوها قريبا بمعارض جديدة إن شاء الله. أستاذ جمعة، أستاذ غزوان، حضرتكم بالمجال التدريس لوقت طويل، قديش فعلا مهم تخصيص حصص فنية بشكل أكبر لطلابنا اليوم، للأطفال اليوم، لأنه هن الجيل عم ينشأ لبكرة، يعني هن رجال الغد في ظل ظروف الأزمة. يعني عم نشوف إرهاب همجي يعني يحاول يستغل هي الفترة العمرية للأطفال ويستقطبهم، قديش فعلا اليوم نحن لازم نخصص لهم وقت؟ هلا الحقيقة أنه وزير الثقافة ووزير التربية كتير عم يهتموا بهذا الشيء بالنسبة للمناهج، المناهج التعليمية. في كذا مبادرة صارت، وألف نون عملت مبادرة كمان اللي هي لوحة وجملة، كمان هي العلاقة بالأطفال مشان ينتبهوا أنه الجمال والفن هو شيء كتير مهم. هلا فترات قديمه كان في شويه تقصير بالنسبه لحصص الفنون، انه هي ما كثير مهمه، كان ممكن يعني تكون تمر مرور الكرام، لكن هلا لا، هلا صار في تركيز اكثر على دورها، انه هي ماده مهمه مثل بقيه المواد، مثل العلوم مثل الرياضيات، هي ماده مهمه ولازم الطالب يتفاعل فيها ويتفاعل معها. فهذا الشيء جيد جدا، هذا الشيء كثير ايجابي. اضافه ايضا يعني بعض المنظمات مثل اتحاد الشبيبه الثوره من فتره عرض احدى الاشياء تحيه للجيش العربي السوري، وأنا لاحظت من خلال طالباتي قديش انفعلوا بإنتاج العمل وأوجدوا الحقيقة، رسموا لوحات مميزة. يعني إضافة أن وزارة التربية وضعت خطة لأغلفة كتب المدارس، هي عبارة عن لوحات الفنانين التشكيليين والرواد، وهذا كله غذاء للروح وغذاء للجمال للعين بالنسبة لطلابنا. نعم، أنا بدي أشكركم كتير على وجودكم معنا، موفقين بكل شيء عم تقدموه، وإن شاء الله بتوثقوا كل شيء شهدته ذاكرتكم، لكن بالأمل دائما وبالحقيقة حتى يعرف الجيل يمكن الجاي شو صار وشو شهدنا نحن السوريين وقدين نحن شعب عظيم. شكرا لوجودكم معنا. أكيد الفنان التشكيلي جمعة نزهان والنحات غزوان علاف، شكرا لوجودكم. شكرا لوجودكم معنا. بس بدنا ننوه للمشاهدين إنه المعرض مكفي مستمر لنهاية الشهر، نهاية شهر شباط في صالة ألف نون. بدنا نتشكركم، نحن كثير سعيدين بوجودكم. أما هلا مشاهدينا بننتقل للتقرير التالي، للعطر لمسته الخاصة على المظهر وقد يحمل دلالة على شخصية صاحبه، وفي دمشق للعطور حكاية حرفة وجدت منذ سنين، خلونا نتعرف عليها مع تقرير لزميلتنا هالة السعدي. دمشق مدينة الياسمين، اسم اكتسبته أعرق العواصم في العالم، مما ازدانت به جنائن بيوتها من ورود كالفل والجور والياسمين. غناها بالورود العطرة والفواحة تحول إلى شهرة بصناعة وتركيب العطور. مهنة العطارة عطر مهنة قديمة جدا، يعني آبانا وأجدادنا قديمة كتير. أولا يعني كانت هي كدمشقية، مثلا العطر الورد، عطر الياسمين، أشياء التي مثلا الطبيعية، يعني الزهور يجيبوا الزهور يصنعوها، يعني يسووا من عطر الورد عطر الياسمين، مثلا عندك العنبر، عندك المسك، أشياء التي كلها طبيعية. يعني شوي 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 تطورت، صار إنه نستورد مثلا ياخذوا معنا الدول الأوروبا الزهور يصنعوها ويدخل فيها دخل مواد كيماوية يعني، وتطورت يعني شوي شوي، صار في مثلا أصناف جديدة، يعني صار في شرقية وفي كذا، كل ما لعب تتطور. يعني في روائح مثلا مثل الروائح الثقيلة والآسية بتيجي بالشتاء مشان حتى تبين، الروائح الصيفية بالناعمة بتكون روائح ليمون، روائح ورق الليمون مثلا، حتى هيك ريحة منعشة للقلب يعني مثل ما بيقولوا. مشهورة دمشق بالزهور، بالورد، الورد الشامي الدمشقي والعطر الياسمين والورد، حتى المازهر مزهر النانرج، يعني دمشق طول يعني مختصة بالنانرج والشاتي، يعني معروفة دمشق القديمة، يعني إلى عراقة كتيبة بالشاتي العربية. حيث تعتبر الوردة الدمشقية الأساس في تركيب العطور، وقد أخذها الغربيون من دمشق وعملوا على إكثارها، وأصبحوا يستخدمونها كمادة أولية في تركيب أشهر ماركات العطور. ظل عطر الشامي أغلى عطر بالعالم، هو عطر الورد الأصلي، من الورد الأصلي هذا بيستخدم أصله دواء، بس أن فرضا بيستخرجوا من الورد، هو الماء ورد حطوه للوش، بيطلع منه كميات قليلة من زيت الورد، هذا أغلى عطر بالعالم، بيستخدم أدوية طبية،
بياخذوه بالكليات الأوروبا بيساوي أدوية، أغلى أدوية بالعالم للعين للبشرة للمكياجات لكذا، يعني كتير شغلات عنا إلى وزنة وقليبتها. روايح الورود لخص الورد الشامي، في عندك الياسمين، ياسمين الشام كتير من الروايح الحلوة، في عندك الفل والجاردينيا، يعني هذون الروايح المميزة للشام. وعند شراء العطر المركب من أحد المحلات ينصحك المصنع بأن تضع زجاجة العطر في الثلاجة لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك يتم استعمالها لإعطاء فرصة للمواد للاختلاط جيدا. ورحت على مدينة العطورة تجيب لك ريحة مشهورة. إذا إجتنا ريحة لساتها جديدة وما موجودة بالبلد مثلا، بنركب عطرين على بعض أو ثلاثة لنطالع الريحة الموجودة. أهم الزهور، أهم الزهور أساسية، بنقول لك الورد، الفل، الزهر النانرج هذا أساسي. حتى احنا بجوز احنا ما نعرف مثلا احد هالوسطه يعني سافر على اوروبا سافر كذا، يستخدموا من مواد من الثوم، اوروبا من الثوم من البصل، هذه مواد اساسيه بالعطورات، مواد اساسيه يعني العالم ما تعرفها، ولكن من الخل، هلا الخل بيطلع منه ياسمين، خل المواد اساسي بالياسمين، يعني شغلات عربيه هي لها يعني لها ابتكارات وتطورت مصنع صار فيها عندي الاف اصناف من العطورات، يعني طبعا اكيد مستورده وفي عندنا بس ضل احنا الشام هون. دمشق تمتاز بالعطور الدمشقية العربية بحسب طبيعة مناخها وتربتها الخصبة ومساحة أراضيها لزراعة الأزهار والورود العطرية. والعطور العربية بشكل عام تصنف بحسب مصدرها إلى ثلاث مجموعات، الأولى عطور نباتية وهي أجود الأنواع وأطيبها رائحة والتي تشتهر بها دمشق، والثانية عطور حيوانية كالعنبر الأصلي الذي يستخرج من كبد الحوت وهو نادر جدا وغالي الثمن، والمسك الذي يستخرج من الغزال بدرجات متفاوتة، والثالثة الزيوت العطرية التركيبية أو الصناعية وهي الرائجة في السوق السورية وبالأخص دمشق. ومع رائحة العطور الدمشقية بننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي بهاء الخير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك نور ويسعد صباحك زينب. موجز لأهم وآخر الأخبار بعد الفاصل. بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام وزير الدفاع بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من وحداتنا العاملة في الريف الشمالي لمحافظة حماة واطلع على جاهزيتها القتالية، واستمع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة الموقف القتالي في الريف الشمالي لحماة والمهام التي تنفذها القوات. والتقى العماد الفريج المقاتلين في مواقعهم وأكد أن سوريا بقيادة الرئيس الفريق بشار الأسد ستنتصر على الإرهاب، مشيدا بالروح المعنوية العالية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة وبالبطولات التي تسطرها في القضاء على الإرهابيين. أكد القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة بنيويورك الوزير المستشار منذر تجديد الجمهورية العربية السورية مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما في مجال الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل والحصول على التمويل والسلاح. تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما في مجال الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية والعناصر المنضوية تحت لوائها على التنقل والحصول على التمويل والسلاح واستخدام تقنيات الاتصال والمنابر لنشر الفكر الإرهابي المدمر، واستخدام الإرهاب كوسيلة للضغط السياسي والعسكري لتحقيق أهداف وأجندات خاصة، وكذلك تحميل حكومات الدول الداعمة للإرهاب المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري والبنى التحتية في سوريا، وإلزامها بالكف عن انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالتعويض عن التدمير المتعمد للمنشآت والبنى التحتية السورية. بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري
المسائل المتعلقة بالإعداد لجولة جديدة من المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن ديمستورا أبدى خلال الاتصال حرصه على إحاطة مصر بالجهود المبذولة في إطار الإعداد لمحادثات جنيف، كونها طرفا فاعلا في العالم العربي وعضوا في مجلس الأمن حاليا. وكانت يارا شريف المتحدثة باسم ديمستورا أعلنت أن محادثات جنيف حول تسوية الأزمة في سوريا ستنطلق رسميا في 23 من شباط الحالي، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي بدأ بتوجيه دعوات رسمية إلى المشاركين في هذه المحادثات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزم بلديهما العمل معا من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي والإسهام بإحلال الاستقرار في مناطق بالشرق الأوسط بعد تحريرها من براثن التنظيم. وأشار ترامب وترودو في بيان مشترك بعد مباحثاتهما في واشنطن إلى أن الولايات المتحدة وكندا ستواصلان العمل على تعزيز تعاونهما العسكري، وأنهما حليفان مهمان استراتيجيان في مجال الدفاع عن أمن أمريكا الشمالية والمناطق الأخرى في العالم والتي يتواجد فيها حلف الناتو. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استديو صباح نغير. شكرا لك بهاء. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لفقرتنا الأخيرة وفردناها مع مساحتها الطبية ومع مرض يمكن داولته زينب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير. وبس مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الناس بأحاديثها كان عندها يمكن ردة فعل عن الأخبار اللي عم تسمع عن هالمرض. أكيد بالفقرتنا الصحية اليوم رح نحكي عن مرض غريب، هو بتبدأ آلامه بأسفل الظهر وتنميل بالإيدين والقدمين، وبيتطور هالمرض عبر مراحل متعددة ويسمى متلازمة جيلين-باري. ولنتعرف أكثر على هالمرض وأهم أعراضه وطريقة علاجه بصرنا أن نرحب بالدكتور أنس جوهر مدير الشعبة العصبية بالصعوبية في مشفى دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا صباحك. بالبداية خلينا نعرف مشاهدي المرض، شو هي أعراضه؟ مرض جيلين-باري هو عبارة عن مرض مناعي ذاتي، مناعي ذاتي معناته ما في جرثوم او فيروس خارجي هو السبب المباشر للمرض. مناعه الجسم هي اللي بتهاجم الاضداد. نعم دكتور. بتهاجم الاعصاب الاحراق او جزء معين من دكتور الأعصاب. نحن رح نروح نتعرف اول شيء ونعطي لمحه عن هالمرض. زميلتنا اريجا فرزلي كانت حضرانه ندوه حول مرض جيلين-باري، وكمان نطمن المشاهدين انه الدكاتره كمان يمكن او الاطباء عم يتبادلوا الخبرات ليبحثوا فيه. بنشوفه وبنرجع. يلا. مؤتمر عن موضوع محدد اللي هو متلازمة جيلين-باري، يلي الحقيقة صار فيه شوية لغط بالمجتمع حول هذا الموضوع. نحن حاولنا نعمل هالموضوع هذا ونشارك فيه لحتى يكون نوع من التوعية حول هذا الموضوع، أسباب هذه المتلازمة، طرق علاجها، طرق تشخيصها. الحقيقة المحاضرات والأيام العلمية في مشفى دمشق هي عم تكون سلسلة ضمن التعليم الطبي المستمر. الحقيقة كل شعبة عم تحط أولوية لأمراض عم نعتبرها لحنا مهمة لطرح بعض الأمراض اللي عم يكون فيها إشكالية أو عم نلاقي أنه في أهمية لطرحها بهالمرحلة. جيلين-باري كان عنا إصابات بجيلين-باري كتير، حاولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي انه يحطوا انه هذا المرض في عندنا ارتفاع بالحالات واعلى من المعدل الطبيعي. الحقيقه كانت جميع الاصابات خلال الفتره الماضيه من السنة ضمن الاطار الطبيعي، وكان عندنا الوفيات حتى ضمن الاطار الطبيعي للاصابه بمرض جيلين-باري. حبينا اليوم نلقي الضوء على مرض جيلين-باري بالنسبه للاعراض السريريه، بالنسبه لطرق التشخيص المخبريه، بالإضافة إلى المعالج. هلا هي كانت الندوة بس مشان نعرف نحن
عم تصير عنا بسوريا، قديش نسبة انتشار هذا المرض، مرض التهاب الأعصاب والجذور، نسبته مقارنة بمشفى دمشق، مشفى التعليم العالي، مشفى الدفاع، نشوف قدي النسبة، هل هي النسبة كانت ثابتة فعلا ولا في عندي زيادة مكان عن آخر، ونقدر نقارب بالعلاجات، شلون العلاج عم يتم عنا وشلون عم يتم بغير مشافي. دكتور، كنا عم نتابع مع بعض الندوة اللي تمت إقامتها في مشفى دمشق حول مرض جيلان باري، خلينا نحكي عنه بشكل أوسع لأنه فعلا تضاربت الآراء حوله بالفترة الأخيرة حول منشأ المرض، سببه، انتشاره اليوم. مرض جيلان باري هو عبارة عن مرض مناعي ذاتي، مرض يصيب الأعصاب المحيطية بالجسم. مناعي ذاتي معناته هالمرض هذا ما له مرض فيروسي ولا له مرض جرثومي، بالتالي ما فينا نحكي عن وباء أو عن جائحة هي تسبب انتشار المرض. المرض هذا مناعة الجسم بتشكل أضداد ضد الأعصاب المحيطية. هلأ أحيانا بكون في مسمي تريجر أو محرض، عامل محرض لحدوث المرض، مثل التهابات تنفسية أو التهابات إنتانات معوية بتسبب التهاب الأعصاب بشكل لاحق بعد أسبوعين لأربع أسابيع. هلأ المرض ببلش عادة بآلام ممكن بأسفل الظهر، تنتشر بعدين على شكل خدر ونمل بنهايات الأطراف، ومنسميه هو عبارة عن مرض صاعد، يعني ببلش بالطرفين السفليين ضعف والطرفين السفليين لينتشر للطرفين العلويين. خطورته هون انه يصيب عضلات التنفس كمان ويسبب ضعف بالعضلات التنفسيه. المرض سيلف ليميتد، يعني يشفى تلقائيا، تمام، بغض النظر عن اخذ المريض معالجه ولا لا. والعلاجات اللي بنطبقها للمريض عاده مشان نقصر مده اقامته بالمشفى، تمام، ونحقق شفاء اسرع، ولكن المرض هو شافي بشكل عام. واحده من يعني اساسيات تعريف المرض انه المرض يكون شافي. مرض جيلان باري ما له مرض جديد، مرض يعني أول ما تم وصفه بنهاية القرن التاسع عشر ونحطت الكريتيريا والمعايير تبعه ببداية القرن العشرين، فهو مرض ما له جديد أبدا. بس هلأ أحيانا نحن بشكل عام بنشوف خلال فترات معينة من السنة زيادة بالتواتر الحالات. هلأ بمشافينا لاحظنا يعني انه في زياده ببعض الحالات، وهذا عزيناه لعده. طبعا عم نحكي زياده شخص او شخصين، ما هي زياده تماما كبيره، تماما، ما انه زياده بشكل مثل ما كانوا عم يحكوا انه جائحه، لا، هي زياده هي على الاغلب ناجمه انه في توفر للعلاج بمشافي معينه مركزيه. نعم. مشفى دمشق، مشفى المواساه، مشفى الاسد. بشكل طبيعي حنلاقي مرضى، كل المرضى حيتوجهوا لهالمشافي هي لتلقي العلاج، لانه سابقا او ببعض السنوات باعتبار ان المرض شافي لحاله كنا نحط المريض بالمشفى فقط مراقبه، ما يتقدم له شيء ويشفى المريض لحاله. بس كونه صار في تقديم للخدمات هي العلاجيه، فصار المريض اوريدي يتوجه للمشافي يلي بتقدم هالخدمه. دكتور، يمكن كثير من الناس بيسالوا انه هل هو الحاله النفسيه ممكن تاثر على هذا المرض، او هل هو وراثي، شو الاسباب المحرضه لهالمرض؟ هلا هو المرض مثل ما حكينا مناعي ذاتي. هلا مناعي ذاتي الجسم عم يهاجم الاعصاب، تمام، عم يشكل اضداد يهاجم الاعصاب. هلا لو شخصين او خلينا نقول 1000 شخص تعرضوا لجرثوم معين، واحد منهم بجوز هو يلي يشكل او يطور هذا المرض. ليش؟ هذا ما بنعرف، مثله مثل كل الامراض المناعيه الذاتيه الاخرى اللي بالجسم. هلا شيء وراثي؟ لا، اكيد ما في شيء وراثي بالموضوع هذا. شيء له علاقة بالحالة النفسية، ما فينا كمان نقول انه هو محرض له العوامل النفسية، لا، هو عبارة عن محرض انتانات او التهابات تنفسية احيانا او انتانات معوية. الشيء اللي وصف او مؤكد علاقته بهالمرض في جرثوم اسمه كامبيلو باكتر جيجيني، هذا كمان ممكن يكون واحد من العوامل المحرضة. الانسان اللي انصاب بانتان معوي بهالجرثومه هي ممكن بعد اسبوعين لاربع اسابيع يطور هالمرض، بس مثل ما حكينا من بين الالاف او حتى ممكن مئات الالاف شخص يطور هالمرض هذا. نعم. طيب خلينا دكتور نحكي عن طرق العلاج لهيدا المرض، شو هي اكتشافه باكرا كمان؟
هلا قبل ما نحكي على العلاج نحكي على التشخيص، كيف بدنا نشخص المرض؟ تشخيص المرض بيكون بصراحه بشغلتين، اول شيء تطور الاعراض السريريه عند المريض، بيكون وصفي عند المريض هالمرض هذا له اعراض مميزه مثل ما قلنا الضعف، ما بينصاب عند المريض عاده الحس، ما بينصاب عنده بنسميهم المسرات البول او الخروج، بيكونوا هدول محافظ عليهم ولكن هو ضعف حركي وهذا بيميزه عن الاصابات العصبيه الثانيه. بعدين بنلجأ لشيء بنسميه تخطيط الأعصاب. تخطيط الأعصاب فيه علامات معينة بتأكد لنا تشخيص المرض، في بعض التحاليل تحليل السائل الدماغي الشوكي كمان بنلاقي موجودات اللي هي ارتفاع البروتين بالسائل الدماغي الشوكي كمان بيأكد تشخيص المرض. هلأ إذا كان عندنا مريض تشخيص مرض بالسائل الاستقصائية اللي حكيناها مؤكد عنده أو كان في عندنا شبهة عالية جدا بالمرض عنده، فينا نبلش بالعلاج مباشرة. العلاج بيكون باعتبار انه هو مرض مناعي ذاتي بالادويه يلي بتعدل المناعه، في شيء بنسميه الاي في اي جي او الجلوبولينات المناعيه تنعطى بالوريد للمريض. وهي بتعدل سير المرض، يلي عم نطبقه اكثر نحن بمشافينا هو شيء بنسميه فصاده البلازما او بلازما اكسشينج، وهي يعني مثل تنقيه للدم من هالاضداد يلي عم تهاجم الاعصاب وتسبب المرض، وبالتالي بنحدد المرض مثل ما قلنا هيدي بتسرع من فترة شفاء من شفاء المريض وبتقلل من مدة بقاء المريض بالمشافي. أكيد دكتور، لكان مرض جيلان-باري هو مرض مناعي وأكيد يمكن الشفاء منه، هي منطمن كل اللي عم بيشوفونا. شكرا لوجودك وعلى كل المعلومات اللي عطيتنا إياها. شكرا لكم. شكرا لك دكتور أنس جوهر مدير الشعب العصبية في مشفى دمشق، شكرا لوجودك معنا. مع المعلومة الطبية لليوم نوصل للختام، أكيد رح تتموا مع آخر الأخبار السياسية مكملة على شاشة الإخبارية السورية. وبالختام كل التحية لرجال الله في ميدان رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. أكيد نور، كل اللي بيحب يراسلنا أو يبعث لنا أي اقتراح فيه يراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. أكيد تحيتنا موصولة لرجال الله في الميدان، رجال حماة الديار، رجال الجيش العربي السوري. من هلأ لبكرة تبقوا بألف خير، وباي باي. باي باي.